كابتن شريف عبد المنعم، مباراه متكافئه، مباراه بين فريقين كبار، ويمكن انت كنت بتقول لي قبل الهوا ان ده الارقام حتى متشابهه في كل حاجه، في كل شيء. يعني لعبنا مع بعض 8 ماتشات، كل فريق فاز مباراتين وتعادلنا 4 مباريات، كل فريق جاب في الثاني 8 اهداف. مباراه صعبه جدا، وتقريبا الماتشات الفرق المصريه والفرق المغربيه دايما بيبقى فيها نديه واثاره، وبيبقى دايما النتيجه متقاربه جدا. مظبوط كلامك، مظبوط 100%. بسم الله الرحمن الرحيم، كل التوفيق للنادي الاهلي باذن الله النهارده، وكل التوفيق ل لاعبي النادي الاهلي في اللياقه. ان شاء الله نطلع كلنا النهارده سلام بنتيجه كويسه. وبشكر طبعا كل الناس اللي راحوا المغرب مع النادي عشان يدعموهم، على راسهم طبعا كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره والشكل الاداري والشكل الفني كله. الحقيقه احنا بقالنا اسبوع عايشين في اجواء جميله جدا بالنسبه للمباراه دي، اجواء تبشر بالخير بالاطمئنان على حاله اللاعبين كلهم. مش مطلوب مننا غير النهارده كابتن ايمن روح التيشيرت الاحمر زي ما كل الناس بتقول، الروح تبقى يعني عاليه جدا، الروح تبقى ثقه في كل امكانيات كل لاعب موجود في الملعب ينزل يلعب مباراه. وخاصه زي ما انت ما قلت في تشابه كبير قوي حتى في النقص العددي هنا والنقص العددي هنا، حتى في شكل الفريق، ايه نقاط القوه ونقاط الضعف موجودين. الحقيقه كل النقاط دي موجوده في الفرقتين، مش مساله انا بقول الضعف لا، يعني في بيبقى دخول لاعبين وخروج لاعبين، في عدم ثبات للمستوى الاول، في عدم ثبات للتيم اللي انت بتتعود عليه. انما احنا عندنا ادفانتج او عندنا ميزه ان الكوتش بتاعنا موسيماني كان عنده درايه كبيره جدا بالوداد، ولعب مع الوداد وطلع ليدنج عليه في المجموعه بتاعته وكسب الوداد، اتعادل معاه مره وكسبه. يعني عنده فكره عن النادي الاهلي، لعب مع النادي الاهلي بلعيبه النادي الاهلي كلها، وعنده فكره مع فرقه الوداد تماما. فده